بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. معكم أخوكم المهندس النميري علي إدريس الفكي الشايقي العباس القرشي، ماستر دبلومة إن سويل فيزيكس من جامعة الخرطوم، بي إس سي إن أجريكالتشر ساينس سويل أند ووتر ديبارتمنت، وبكالوريوس الحديث من مكة المكرمة شرفها الله، ماجستير التفسير وعلوم القرآن من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بأم درمان، وماجستير الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة القضارف، ودكتوراه الحديث من جامعة أم درمان الإسلامية. هذا فقط من باب التعارف حتى تعرف من الذي يتكلم معكم. بالنسبة أخي الحبيب الكريم المبارك الذي أرسلت لي هذه الرسالة وقلت هذه امرأة سودانية معكم في هولندا وهي مهندسة والشيطان لعب بمخها وتريد أن ترد على مقالتها هذه لترسلها إليها. طيب، نقول مستعينة بالله عز وجل ونحن في غرة محرم لعام 41 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والرسالة عنونتها بعنوان أسباب ترك الإسلام. تقول: أولا، احتقار المرأة وإعطاء الحق للرجال بالتسلط وفرض الوصاية عليها مهما كان سنها أو مكانتها الاجتماعية. نقول: أولا، هذا الكلام كلام باطل. أختي المباركة، لن تجدي شريعة في الدنيا ولا دينا من الأديان والشرائع المنسوخة السابقة كاليهودية والنصرانية أعطى حقا للمرأة مثلما أعطى الإسلام الحق للمرأة. والدليل على ذلك حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، وهو بعنوان: أجرنه من أجرت يا أم هانئ. فالمرأة في الإسلام تجير، تجير يعني إيه تجير؟ يعني تعطي الأمانة للكافر، كما فعلت أم هانئ مع أحمائها يعني أقارب زوجها، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وزعم علي رضي الله عنه أنه سيقتلهم لأنهم كفار، فاستجاروا بأم أيمن بأم هانئ فأجارتهم وأمنتهم، فأمضى النبي أمانها وجوارها، قال: أجرني أجرن من أجرت يا أم هانئ. والعبد في الإسلام يجير، والطفل الأميز يجير، والرجل يجير، والتاجر في دار الحرب غير مكره يجير، والأسير في دار الحرب غير مكره يجير. فأي عظمة لشريعة في الدنيا كشريعة الإسلام، ولو لم يبقى ولم لم نعرف من الإسلام إلا هذا الحديث لكفى. أما بالنسبة للوصاية إلى غير ذلك، البلاد اللي أنت فيها أيضا هولندا هذه التي أنت فيها وهي تحكم بالصليب وتحكم بالكنيسة، كانت المرأة فيها لا قيمة لها، المرأة فيها لا قيمة لها، والنصرانية في بعض فصائلها من الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس وغيرهم، إذا المرأة إذا مات زوجها ذهبت هي إرثا لابنه أو لأحد أقاربه، موجود في ديانة النصارى هذا، بل وليس له حق، وليس لها حق في الميراث. يكون الوصي عليها، يكون الوصي عليها أحد أبنائها أو أقارب زوجها. إذا لا نقول رمتني بدائها وانسلت، لكن المشكلة في أهل الإسلام أنهم لا يقرؤون دينهم ولا يقرؤون تاريخهم، وهذا الذي جعل ما يسمى بالريفوليوشن في أوروبا الأنتي ريفوليوشن أجينست تشارج، للحرب التي أثيرت على الكنيسة والثورة التي أثيرت على الكنيسة. لماذا؟ لأنها ظلمتهم، لأنها ظلمت المرأة وتسلطت على المرأة وجعلت عليها وصاية، حتى أصبحت المرأة في تلك البلاد عبارة عن سلعة تباع وتشترى، وهذا هو الموجود الآن في ما يسمى بالميل الآثم في هولندا، موجود هذا الكلام.
وموجود في بلاد أوروبا، المرأة توضع في الباترينز وتوضع هكذا، يشتريها ب5 دولار وب10 دولار وب6 دولار لكي ينام معها الرجل، نسأل الله السلامة والعافية، ولا قيمة لها أبدا. فالديانة الكريستيان والكريستيانتي أهانت المرأة إهانة كبيرة جدا. وأنا الآن أضرب لكم بالدليل القاطع هذه الأدلة من داخل كتب النصارى. طيب نأتي الآن، أول حاجة عندهم إذا تبرجت المرأة وكشفت شعرها يحلق رأسها، في إنجيل كورنثس الأولى الإصحاح 11 رقم 6 يقولون إذا المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. انظر، بينما عندنا في الإسلام المرأة إذا تبرجت نناصحها ونقول لها غطي رأسك، عمرنا ما لقينا في الإسلام إذا جاءت المرأة متبرجة حلقنا لها رأسها. طيب إذا هذا أكبر دليل على أن المرأة يجب أن تغطي رأسها في كتب النصارى. طيب في سفر التثنية 25:11 يقول إذا أرادت المرأة الدفاع عن زوجها وحدث أن لمست عورة الآخر تقطع يدها بلا شفقة. انظر الوصايا الفين والأذية الفين، بينما المرأة إذا لمست عورة زوجها ما فيها شيء ولا عليها شيء إلا أنها تتوضأ في بعض المذاهب إذا كانت عامدة، وإذا كان ليست عامدة فلا شيء عليها. طيب انظر الآن، وإذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا، رجل وأخوه، وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها ولا تشفق عينك. طيب الآن نأتي في إنجيل اللاويين 21:9 وفيه حرق المرأة الزانية ولو كانت بكرا. قال وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها بالنار تحرق. واحنا ما عندنا المرأة الزانية تحرق بالنار، المرأة الزانية عندنا ترجم إذا كانت محصنة وتجلد وتغرب سنة إذا كانت بكرا. هم عندهم الآن المرأة لو بكر إنها تحرق بالنار. طيب في إنجيل إصحاح التثنية في سفر التثنية 22 الآية من 13 ل 21 انظر رجم المتزوجة، هذا موجود عندهم. انظر حتى ما يتهجم أحد على الإسلام يقول لك والله أنتم الآن لماذا ترجمون المرأة الزانية. في سفر التثنية 22:13 قال إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها ونسب إليها أسباب كلام وأشاء عنها اسما رديا وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرة، يعني لقيت المرأة ليست بكرا، يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها، فتنزع الشر من وسطك. ممتاز، يعني هذا مجرد أنه يشك فقط، بينما عندنا في الإسلام لابد من 4 شهود عدول وبعدها يقام الحد على هذه المرأة. طيب انظر الآن أيها الكريم الفاضل إلى هذه الأدلة كلها، من الذي أهان المرأة، الإسلام أم الديانات الأخرى؟ في إنجيل كورنثس الأول الإصحاح 14 الآية 34-35 ممنوع على المرأة وقبيح عليها أن تتكلم أو تناقش داخل الكنيسة حتى لو تتعلم، بينما المرأة في الإسلام تناقش الرسول عليه الصلاة والسلام وتسأله في أمورها التي تخصها. قال لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا، ولكن إن كن يريدن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة. تسأل زوجها وزوجها يجي يسأل الكاهن،
بينما عندنا في الإسلام المرأة تقول يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق على المرأة شيئا إذا رأت الماء، يعني إذا احتلمت. انظر من أي من الذي أهان المرأة ومن الذي قدر المرأة. طيب، وفي إنجيل متى الإصحاح 19 الآية 9، من تزوج امرأة مطلقة فهو زاني، ومن طلق امرأته وتزوج بأخرى فهو زاني. فيه هذا هو العنوان، والآية تقول: وأقول لكم إن من طلق امرأته لا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي تزوج بمطلقة يزني. سبحان الله، انظر انظر، إذا من الذي أهان المرأة؟ من الذي أهان المرأة ومن الذي آذى المرأة؟ إنجيل لوقا الإصحاح 16 آية 18، قال: كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة رجل يزني. فين الإنسانية والرحمة هنا على المرأة المطلقة؟ أين هنا الإنسانية والرحمة؟ إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا الباب. فنقول لأختنا الكريمة: الإسلام أبدا الحمد لله لم يهن المرأة، بل أكرمها وحفظها ورفع من شأنها، ولم يقم أبدا بحمد الله عز وجل بأنه قد أساء إليها ولا شيء من مثل هذه الأمور. فأسأل الله أن الله عز وجل يعني يصلح حالك، وأن الله تبارك وتعالى يهديك وأن يصلحك. واقرأي دينك وتعلميه واعرفيه تماما حتى تعلمي نعمة هذا الدين ونعمة هذا الإسلام. والهولنديون الآن يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن الغرب يخافون، يقولون أن ربما بعد 20 سنة ستصبح أوروبا كلها مسلمة. فكونوا دعاة خير لبلادكم، كونوا دعاة خير لدينكم، وانجوا بأنفسكم من غضب الله وعقابه وعذابه. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.